استفادت ولاية مسيلة من حصة معتبرة من السكنات بصيغة البيع بالإيجار عدل تجاوزت 3000 وحدة سكنية، منها 2900 وحدة سكنية تم الانتهاء من إنجازها. الوزير الأول عبد العزيز جراد، وبعد استماعه إلى شرح مفصل للاستراتيجية السكنية بالولاية، أشرف على تسليم مفاتيح 400 وحدة سكنية لأصحابها. استنينا واحد 7 سنين هكذا واستفدنا والحمد لله، وخدموا خدمة زينة إن شاء الله. عندنا 8 سنين وإحنا نستناو، الحمد لله سلموا لنا اليوم المفاتيح تاعنا ورانا فرحانين وبربح علينا عقوبة الآخرين. الحمد لله فتح لنا ربي بسكنات هذه، والحمد لله كانت الأشغال هذه قاموا بها الناس وكالة عدل ووقفوا على الخدمات هذه ويعطيهم الصحة، كانت بنايات في المستوى. وفي نفس الإطار أعطى الوزير الأول إشارة انطلاق أشغال مشروع إنجاز أزيد من 500 وحدة سكنية بصيغة عدل، والذي حددت مدة إنجازه ب30 شهراً. مشروع إنجاز 300 مسكن ترقوي مدعم، والذي انطلقت الأشغال به شهر أوت الفارط وحددت مدة إنجازه ب16 شهراً، كان محطة أخرى وقف عندها الوزير الأول عبد العزيز جراد. كما استفادت بعض بلديات الولاية من حافلات للنقل المدرسي.